أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز زيارة مدائن صالح للعبرة؟ الذهاب إليها وقصدها لا، لا يجوز هذا. وأما إذا مررت بها وانت عابر سبيل، إذا مررت بها غير قاصد لها وإنما هي على طريقك، فلا بأس أن تنظر إليها، بشرط أن تخاف من الله عز وجل ولا تدخلها معجبا بها، وأنها بلاد حضارة وبلاد وتمدح كما يقوله الجهال أنها حضارية وأنها تدل على كذا. لا، يدخلها المسلم متعجبا وخائفا من الله. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. نعم.